مصر تملي بتبيع سياسة عشان تشتري اقتصاد. في مشهد استقبال ميركل بكره هيبقى بيع سياسه ولا احنا بنقدم شكل جديد؟ شوفي ما تقدريش تفصلي ده عن ده يا استاذه اماني. يعني انت يعني الصوره لم تتغير الا اذا تغير الاصل. ما تقدريش تقولي ان صورتك اتغيرت الا الاصل بتاعك اتغير. يعني مصر مش هتقدر. بمعنى ايه؟ بمعنى انت مش هتقولي اللي انت المظهر ده جايالك المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل وبتفتتح معاكي ثلاث مشروعات في توقيت واحد متزامن وتبتدي تتكلم معاكي عن بعض الابعاد السياسيه الخاصه بالمنطقه، الخاصه بمكافحه الارهاب، مواجهه الهجره غير الشرعيه، ليبيا، التوافقات معاكي في الازمات الاقليميه، من حتى تصريح السفير الالماني، سوريا، ليبيا، اليمن، لان التوجه بتاعك قايم حوالين التسويه السلميه للمنازعات الاقليميه، ودي وجهه نظرك اللي اثبتت مداها ان اطراف الصراعات في الدول الاخرى ما بتهديش حدتها لكن بتزيد. تمام. الخسائر بتاعتها، الخسائر البشريه والماديه بتزيد. حاله الانهاك بالنسبه للدوله والمجتمع بتزيد.